يمكن سماع نبض الجنين باليد هذا سؤال جاءني من امراه قامت بكتابه تعليق على احدى الفيديوهات الخاصه بي ونظرا لمراجعتي لجميع التعليقات على القناه والاجابه على معظمها تقول لي هل يمكن سماع نبض الجنين باليد فقلت لها بالرغم من ان سماع نبض الجنين باستخدام اليد طريقه انتشرت بين النساء فانها على ارض الواقع ليس لها اي دليل علمي يؤكد امكانيه قيامها بهذا الامر ولعل اللبث يحدث هنا بين نبض الجنين والبطن فيظن بعض الامهات ما يشعرن به بمجرد ان ما تلمس البطن هو نبض الجنين ولكن هذا نبض أجنتهن أي نبض الرحم بالداخل ونبض البطن فكما نعلم بأنه يوجد نبض لدينا في مختلف مناطق الجسم